واحد بيقول خطيبتي مخها ناشف، اعمل ايه معاها؟ اول حاجة، هل مخها الناشف يعني التمسك برأيها بيكون في حاجة موقفها فيه صح ولا غلط؟ يعني هل انت بتطلب منها حاجة غلط وهي بتنشف راسها وبيكون موقفها سليم، ولا مخها ناشف في كل حاجة؟ تقدر تطريه بطرقك الخاصة، ممكن يعني بلاش نقول لك ازاي تطر مخها، احسن تكون حاضرة وتقول فلان بيقسي قلبه عليك. خليك لطيف معاها وبعدين هي تنكسف من لطف، خليك لطيف معاها وبعدين هي تنكسف من لطف. وفي وقت من الاوقات ترفع عنها هذه المنحة من اللطف، فهي تشتاق لمنحة اللطف تاني، ترجع تلين عقلها. هي حكاية الزواج والمعاملة بين الرجل والمرأة هي ميزان بين المنح والمنع، مرة كده ومرة كده، بس ما يكونش انت آخر مخك ناشف، يعني يكونوا الاثنين. ربنا يسعدكم.